في يوم وقت قود ماشي في الغابة لقى فار طلع يجري وراه بسرعة، وفعلا قدر يمسكه. بسرعة الفار قال له: لا تكوني قليلة يا قطقوط، تفتكر هعمل غير كده؟ أكيد طبعا هاكلك. استنى بس، أنا عندي فكرة حلوة ليك. خدمة إيه دي؟ ما تحاولش تخدعني. جد مش بخدعك، أنا فار رفيع ومش هشبع. أما أصحابي الكبار التانيين أكبر مني بصراحة في الحجم، أقدر أجيبهم لك عشان تاكلهم. وأنا إيه بقى اللي يخليني أصدقك؟ لا بجد مش بضحك عليك. طيب أنا موافق، بس على شرط أنت هتجيبهم وتعدي من الطريق ده، وشايف الحفرة اللي قدامك دي؟ أول ما هجم عليهم أنت هتستخبى فيها عشان محدش يشوفك، وبعد ما خلص أكل أنا هاجي وهقولك تمام أخرج. طبعا أنا موافق. ولما القط قطقيته ساب الفار طلع يجري على صحابه وقال لهم: صحابي الحلوين، عندي لكم مفاجأة، الطريق ده جواه أكل كتير جدا، لكم نيجي ناكل ونلعب فيه. يا فرافيرو، احنا لسه هنيجي معاك الطريق الطويل ده، ما تروح انت تجيب الأكل وتيجي. أنا مش هقدر أشيل الأكل دوت كله لوحدي، ده كتير جدا. خلاص بقى هنيجي معاك مش مشكلة. وهم ماشيين في الطريق هجمت عليهم قطقوطة، لكن الفيران اصحابه قدروا ان هم يهربوا باقصى سرعة، وبسرعة راح القطقوط على الحفرة اللي متخبي فيها الفار وهجم عليه وقال له: يلا بقى يا حلو، عشان انا كنت عامل خطة تانية، ان انا لو مقدرتش اكل الفيران اصحابك انا هاكلك انت، انت تستاهل. خنت اصدقائك وخدعتهم، تستاهل فعلا ان انت تتاكل. انتهت حكايتنا، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.